مو معقول، كتير في إعجابات وتعليقات. ما خطر ببالي إنه في عالم رح تقرأ هالمقال. ما عم بعرف انبسط ولا لا، يعني كل هالتعليقات بفهم منها إنه هي قصة كتير كبيرة بمجتمعنا، لهيك الناس حبوا هالموضوع هاد. ما بعرف إمتى هالتفكير رح يتغير. مرحبا حبيبتي، اشتقتلك. أهلي. بالمناسبة هي المرحبا ما كانت إلك، كانت للبيبي اللي ببطنك. عن جد؟ شو مدام كراك، ليش متضايقة؟ كنت عم اتغلص. طيب قليلي شو صاير معي؟ بيان ما لازم يقرأ هالشي، بعرف شو هي ردة فعله، رح يتخانق مع مرت عمي ويعمل له قصة كبيرة. لا لا ولا شي ولا شي. ماشي أعطيني اللابتوب، بدي أشوف إيميلاتي. لا يلا. لا ما في تشوف إيميلاتك أبداً هلأ. ليش ما فيني أشوف الإيميلات؟ لأنه هذا الوقت لبيتك ولمرتك وبس، ولابنك كمان، وهذا الوقت ما بسمح لك تعطي لحدا تاني.